سيكون صيني صيني قاوية تواجه اللاعبة اللاعب لاحظ هنا الباك هاند واستخدام الرسغ الدورة وضع السماعة لاحظ دورنا والقدم يعني عدم تثبيت القدم تغلبت على قاوية ثم تغلبت على سنغافورة تجيد اللعب السريع بنفس العمر 22 عاما من مواليد 88 البطولة الأفضل للاعبة تقترب اللاعبة اليابانية من حسم الشوط الأول سدد كرة قوية باتجاه في منتصف ماكر في الدوران لاحظ هنا لاحظ استخدام رائع للرسغ كوهارا تعود فوكوهارا تعود للاعبة اليابانية تقول أن الكرة لامست يا سلام استغلال هذه الكرة في أعلى نقطة ثم تسديد كرة باتجاه الجسد ثم تغير اتجاه يا سلام ذلك الشوط تمكنت اللاعبة اليابانية من العودة وهنا يا سلام في الحركة هنا لاحظ الباك هاند ويجب استغلالها اليابانية لاحظ ألق يا فوكوهارا لاحظ بالباك هاند تسدد كرة بعيدة عن متناول
ايضا اختيار المكان قرب الشبكة او بعد عن الكرة ترتطم ربما بإطارة الخطأ ممنوع هنا والكرة تطول كيس لحسم النتيجة رغبة مضاعفة خاصة بعد أن وصلت مواطنتها وغريمتها الألعاب الآسيوية له طعم آخر أيضا والاسترخاء وصل التقدم أكثر قطر المفتوحة والثاني هذا العام في بطولة الكويت المفتوحة كيف سيكون الشوط الحاسم؟ هنا شوط بالنسبة لي قوية خط ربما تندم كثيرا على ضياع هذه النقطة لاحظ باتجاه الجسد وحركة رائعة من اللاعبة اليابانية الآن هي متأخرة بنقطتين قوية على الإرسال سلام والمصور معجب بتصفيق المنافسة يعني أنقذت نفسها من نقطة عجيبة تخطئ هنا تخطئ اللاعبة اليابانية لا إذن بخطأ مباشر لا لليأس للاعبة رائع كيف عادت بالنتيجة بعد أن كانت متأخرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد عادت لتعادل النتيجة وتحسم اللقاء الرائع أداء